راهم يبذلوا جهد. كاين شي نساء راهم يضلوا في دارنا غير هكذا، وكاين اللي راهم يضلوا غير في الكوزينه، وكاين اللي راهم يضلوا غير في الحوانت، وراهم يضلوا هنا يطريو ويوريو ويعلموا اليوم على غدوه. قلنا لهم قال الرسول عليه الصلاه والسلام: خيركم من تعلم القران وعلمه، وقال: من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت إلى يوم القيامة. احنا نعلم يدينا، نعلم يديكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام، واحشرنا في زمرة خير الأنام. الله يحفظ هذا الأولاد والبنات، الله يسخر فيهم، الله يكون منهم، الله يقريهم، الله يسجيهم، الله ينجيهم، الله يحفظهم كتاب الله، الله يجعلهم يكونوا مهديين، يكونوا مرضيين. الله يسدد لكم الايام ان شاء الله، الله يجعل نشوف فيكم ان يختم وتختم القران الكريم. الله يرضى عليكم الوالدين، الله يفرحكم في الدنيا وفي الاخره، الله يوفقكم ويتمنى من الخير.